السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة رائعة لمطلوع الكوشة، سهل ويجي هشيش، يجي خفيف، وكذلك ما يطلبش الكثير من الوقت والجهد. فقط نخلطه مدة 5 دقائق والمطلوع تاعنا يعني رانا كملناه، ما راحش تدلكوه وما راحش تتعبوا معه. بالنسبة للمكونات، المكونات جد بسيطة ومتوفرة عند كل ربة بيت. إذا بالنسبة للمقادير كالتالي: أولا عندي هنايا كاس ونص تاع حليب يكون دافي، هنا عندي كمية من السانوج، هنا عندي نص فنجان شاي تاع الزيت كما راكم تلاحظون، درت هذا تاع الجعتر النص تاعو فقط، حوالي 4 ملاعق كبيرة. عندي رشة ملح. بالنسبة للخميرة الفورية عندي ملعقة كبيرة، وعندي نصف ملعقة تاع السكر. وهنا بالنسبة للخميرة الكيميائية عندي كيس كامل، والمحتوى تاع الكيس هذا 10 غرامات. والفرينة باش نلمو بها العجينة، ومن بعد نعطي لكم يعني تقريبا شحال راح تدي لي من الفرينة. نروحو نبداو مباشرة، نبداو على بركة الله، بسم الله. أول شيء نحط الحليب تاعي مع الخميرة باش يتفاعلوا، والقليل من السكر. انا راح نستعين بالخلاط الكهربائي، عفوا العجانه الكهربائيه، نخدم بالبيدخه دائما، نقول لكم سبب صحي. اذا اولا راح نفرغ الحليب داخل البيدخه، نضيف الخميره الفوريه والسكر، نخلط ونخليهم يتفاعلوا ونرجع فيما بعد. بقوا معنا. اذا هنا بعد ما تفاعلت الخميره والحليب، الآن واش راح نعمل؟ راح نضيف الساندوتش، نضيف الملح، ثم نضيف الخميرة الكيميائية، ونبدأ نضيف الفرينة. الفرينة تقريبا راح تديكم 600 غرام. هنا نبدا نضيف بشوية، نبدأ ونقعد نحرك غير بشوية باش العجينة تاعي نقدر نتحكم فيها باش ما تجيكمش يابسة، لأنه العجينة لازم تكون طرية. تقدروا تستعملوا الباتر، وكذلك تقدروا تستعملوا اليد، هي مسألة تاع 3 حتى 5 دقائق فقط، يعني نطمو العجينة ما راحش تطلب لنا مجهود. اذا كيما راكم تلاحظوا بعد بدات ما تتلم العجينة، انا كي تبدا تتلم وتقعد طري يعني تتلاصق، واش راح نعمل مباشرة؟ راح نضيف لها الزيت ونخلط مليح حتى تدخل الزيت مليح مع العجينة. بقاو معنا، نتلاقاو فيما بعد. اذا كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما كملت عجنت العجينه تاعي، شوفوا كيفاش يعني لازم تكون تتلاصق وكذلك تكون حاكمه روحها. نحيها من الكروشي ونطمها في اناء، اولا نحطها كاسرون يكون كبير ولا باسينه تكون واسعه، نطمها مليح باليد، نحيها من البيدخه. ندير شويه الماء في يدي ونبدا نطم العجينه تاعي. اذا بعد ما طميت العجينه تاعي
الآن راح نخلي نغطيها ونخليها تخمر لمدة 20 دقيقة حتى نص ساعة، تضيب على حسب درجة الحرارة تاع المنزل تاعك. إذا كانت الدار دافية يعني تمتم راح تتفاعل العجينة، وإذا كان يعني الدار باردة أكيد راح تطول باش تتفاعل. إذا نخلي العجينة تاعي تخمر ونرجع فيما بعد، بقاو معنا. اذا كما راكم تلاحظوا بعد ما تفعلت العجينه تاعي، ناخذ شويه تاع الزيت ندهن به يدي باش ما يلصقش، نخرج الهواء بهذه الطريقه. من بعد نبدا نقسم العجينه، ناخذ القليل منها بهذه الطريقه ونبدا نقرصها بهذه الطريقه. ندير كرة تكون كبيرة، نسويها مليح هكذا. نجيب الصحن ندير فيه شوية ماء ولا زيت ونبدأ نشكلها مليح. ثم مباشرة نديرها في السميد، يكون متوسط، نستفها هكذايا نمشيها كي ما تخافوهاش حتى نتحصل على هذا الشكل. من بعد نفرش لها طرشونة، نحطها هكذا في الطرشونة، نقرصها شوية ماشي بزاف، ونخليها حتى تتفاعل جيدا. واللي خافت يعني ما تعرفش ترفد الكسرة يعني ترفد المطلوع، دير مباشرة في بابي كويسون وتحطو في السنيوة، يعني بعد ما يخمر ترك دير فقط السنيوة هذيك لداخل الفرن باش طيب الكسرة تاعها. يعني المبتدئات ما ننصحهمش انه يخدموا بهذه الطريقة، لانه تقدر يعني ما تقدرش ترفدها. اذا نكمل كامل الكسره تاعي نرجع فيما بعد، بقاو معنا. اذا هنا كما راكم تلاحظوا انا درت جوني 4 تاع كسره خميره، زوج راح نديرهم في المقله وزوج راح نديرهم في الفرن. الطريقه اللي قلت لكم عليها للمبتدئات اللي ما يعرفوش يرفدوا الكسره، ديروها ديراكتومون في بابي كويسون وخلوها تخمر هنايا وغطوها بطرشون. لما تخمر وتشوفوها باللي خمرت ديروها طيب. يعني انا نخلي الكسره تاعي نخليها تخمر ونرجع فيما بعد، بقاو معنا. اذا كيما راكم تلاحظوا الخبز تاعي بعد ما خمر، انا واش راح نعمل، نشعل الفرن درجه حراره 180 درجه ملاحظه. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن يشعل من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، من المستحسن انكم تطيبوها على نار تكون يعني شعله من الفوق ومن التحت، وتحطوا الخبز تاعكم في الوسط. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الفرن اللي يطيب من الفوق ومن التحت، شعلوا من التحت حتى يسخن مدة 10 دقائق 180 درجة دائما، تحطوا الخبزة تاعكم من التحت كامل من بعد تشعلوا من الفوق. كي طيب على الوجه الفوقاني تقلبوها وتخلوها تزيد طيب على الوجه اللي جا من التحت، يعني خير من اللي تشعلوا وتعودوا تطفيوا وتشعلوا من التحت باش الكسرة تاعكم ما تجيكمش يابسه وتنجح لكم. تبعوا فقط النصيحه. اذا انا راح ندير الكسره تاعي باش طيب، ونتلاقاو ان شاء الله على مائده التقديم، ابقوا معنا. اذا كما راكم تلاحظوا بعد ما طيبت الكسره تاعي هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. وهنا كما قلت لكم نقلي حبيبات منهم، هذوما الحبيبات اللي قليتهم، شوفوا يجوا فارغين وهشاش، لاحظوا فقط نقسم لكم وحده باش تشوفوا، شوفوا كيفاش يجوا منفخين.
الا حبيتوا تشوفوا الوصفه بالضبط كيفاش ندير هذا الخبز راح تلقاو الوصفه تاعو في صندوق الوصف. شوفوا كيفاش يجوا فارغين من داخل، لاحظوا يجي هشاش ويجي فارغ عليكم. نعاودو نولو للوصفه الخاصه تاع نهار اليوم. هذا هو المطلوع اللي قلت لكم عليه، مطلوع الكوشه. شوفوا كيفاش يجي حشيش، راح نقسم لكم باش تشوفوا النتيجه تاع المطلوع تاعنا. اذا كما راكم تلاحظوا هذه هي النتيجه تاع الخبز تاع نهار اليوم. يجي كما راكم تلاحظوا يجي بالخيوط ويجي فارغ من الداخل، لاحظوا. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم نالت الإعجاب تاعكم، وإلا عجبكم الخبز تاع نهار اليوم ما تبخلوش علينا باش بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الأصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.